هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجانب الروسي بمواجهة رد حازم إذا قررت موسكو الهجوم على أوكرانيا. سيكون هناك رد قوي على روسيا في حال قررت أن تغزو أوكرانيا. فرنسا وألمانيا متحدتان وتقفان بالتضامن مع أوكرانيا. من المهم أن يبقى الحوار موجوداً، فالحوار الأمريكي الروسي جيد رغم افتقار النتائج إلى اليوم. هذا ودفع المستشار الألماني أولاف شولتز عن انخراط ألمانيا في الأزمة الأوكرانية، وذلك ردا على الانتقادات الموجهة نحو أسلوب تعامل ألمانيا مع الأزمة. لقد فعلنا الكثير لدعم التنمية الاقتصادية والتطور الديمقراطي بنشاط في أوكرانيا ونشعر بالمسؤولية. على سبيل المثال فيما يخص ضمان بقاء أوكرانيا دولة عبور للغاز، أوكرانيا تعلم أنه يمكنها الاعتماد علينا. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده لن تتردد في تشديد العقوبات على موسكو، كما أنها ستساهم في أي انتشار لحلف شمال الأطلسي إذا غزت روسيا أوكرانيا. نحن في المملكة المتحدة لن نتردد في تشديد عقوباتنا ضد روسيا ردا على أي شيء قد يفعله الرئيس فلاديمير بوتين، وسيسمع مجلس العموم قريبا المزيد عن هذا الأمر. بريطانيا تتطلع للمساهمة في أي عمليات انتشار جديدة لحلف شمال الأطلسي لحماية حلفائها في أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا. إذا كان هدف بوتين إبقاء قوات الناتو بعيدة عن حدود روسيا، فإن غزو أوكرانيا سيأتي بنتائج عكس ذلك تماما. في شأن آخر، أطلقت السلطات البولندية عملية لبناء سياج ضخم على طول حدودها مع بيلاروسيا. السلطات البولندية قالت إن الجدار سيجهز بمعدات مراقبة متطورة، كما سيبلغ طوله نحو 186 كيلومترا وبارتفاع يزيد على 5 أمتار. ومنذ نوفمبر الماضي تشهد الحدود البولندية البيلاروسية أزمة، حيث يحاول مئات المهاجرين عبور الحدود والدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي. بين الجارتين بولندا وبيلاروسيا خلافات حول ملفات عدة أبرزها أزمة الحدود والمهاجرين، نتعرف إليها.